السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع مهم قوي وجميل وكلنا محتاجينه. أي واحد يتمنى وأي واحد نفسه وأي واحدة عاوزة إن هي الملائكة أو يكون في عدد من الملائكة يحضر جنازته أو تحضر جنازتها، في حد يكره ده؟ لا طبعا. طب نعمل إيه؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت متخيل إن في ملائكة تنزل من عند ربنا سبحانه وتعالى من السماء وتنزل علشان تحضر جنازة فلان أو تحضر جنازة فلانة؟ دي بركة، دي كرامة، ده خير كبير، ده فضل من الله سبحانه وتعالى. أول حاجة أنت عشان تعرف أنك محتاج أن الملائكة تحضر جنازتك، أن في صورة صغيرة كده محتاج أنك تكثر من قراءتها وتحبها وتعيش معها وتبقى هي ديدنك وأنت مداوم على قراءتها. إيه هي الصورة دي؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث رجلا على سرية، فكان هذا الصحابي كلما صلى بالصحابة قرأ بسورة الإخلاص. كل لما يصلي بالصحابة يقرأ، إما يقرأ في السورة في الركعة الأولى سورة الفاتحة وبعدها سورة الإخلاص، أو كل صلاة يقرأ في الركعة الثانية يختم بسورة الإيه؟ بسورة الإخلاص. ويعني لما رجعوا من السرية بيسألوا أو بيخبروا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنه كلما صلى بنا كان يختتم بالإخلاص أو يقرأ بسورة الإخلاص، قل والله أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: سألوه فيما يفعل ذلك أو لما كان يفعل ذلك. فلما سألوه قال لهم: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. يبقى أول حاجة إنك تحب الصورة دي. وبعدين لما راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام رجعوا له قالوا له: إحنا سألناه فقال لنا لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وفي رواية: حبك إياها أدخلك الجنة. يبقى طالما أنت بتحب صورة الإخلاص ربنا سبحانه وتعالى سيحبك، وطالما أنت بتحب سورة الإخلاص يبقى ده طريق لك إلى جنة الله سبحانه وتعالى. ثواب كمان إن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، يعني إحنا عندنا القرآن 30 جزء، لو أنا قرأت سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، 7-8 ثواني تقرأها تاخد ثواب 10 أجزاء. احنا عندنا عدد آيات القرآن الكريم 6236 آية، لما تقسمهم على 3 عشان يدوك عدد الآيات بتاعت العشر أجزاء أو تلت القرآن يديك حوالي 2000 آية. احنا عندنا الختمة كلها بتعمل 3,500,000 حسنة، يعني تقدر بسورة الإخلاص تاخد جزاء أو ثواب ما يقرب من 1,000,000 حسنة في 7-8 ثواني، تمام كده. وبعدين انت لما تقرأ سورة الإخلاص في الوقت ده او في 7-8 ثواني هتاخد النبي عليه الصلاة والسلام قال لك تعدل ثلث القرآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان يقول للصحابي: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: يا رسول الله، أينا يطيق ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ده كمان في حاجة أعظم من كده، لما النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد في المسند قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فسيدنا عمر قال للنبي: إذا نستكثر يا رسول الله، طالما احنا هنقراها وحناخد بيت في الجنة هنكتر بقى، عايزين بيوت كتير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب، الله أكثر وأطيب. يعني كلما قرأت الله سبحانه وتعالى يأجره، كلما قرأت الله سبحانه وتعالى يثيبه، كلما قرأت الله سبحانه وتعالى يبني لك بيتا في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نيجي بقى البيت القصيد اللي هو: لو أنا أو أنت أقرأ سورة الإخلاص والملائكة تنزل تحضر جنازتي. في دلائل النبوة للبيهقي عن سيدنا أنس قال، واسمع كده وركز، يقول أنس: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك، في غزوة تبوك، وبعدين طلعت الشمس بضياء لم أرها طلعت فيما مضى، يعني أول مرة الشمس نشوفها طلعت بالضياء ده وبالنور ده ما شفناهاش قبل كده زي اليوم ده. فجاء سيدنا جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله رسول: يا جبريل، ما لي أرى الشمس اليوم قد طلعت بضياء لم أرها طلعت من قبل؟ فقال سيدنا جبريل عليه السلام: ذاك اليوم مات معاوية بن معاوية بالمدينة.
ونزل 70,000 ملك يصلون عليه ويحضرون جنازته. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاوز يعرف ليه ينزل 70,000 ملك في مذاك. قال فإن معاوية كان يكثر قراءة قل هو الله أحد في الصباح وفي المساء وفي ممشاه وفي قعوده. يبقى السر بتاعنا، يبقى الشاهد بتاعنا، إنك لو عايز الملائكة تحضر جنازتك أكثر من قراءة قل هو الله أحد وإنت نازل وإنت طالع وإنت رايح وإنت جاي قبل ما تنام. ولذلك إحنا عندنا مواطن قراءة سورة قل هو الله أحد عندنا في ركعتي الفجر، بنقرأ سنة الفجر قبل الفجر، بنقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص. عندنا ركعتين الاستخارة مثلا، الإمام النووي استحب قراءة السورتين الكافرون والإخلاص. عندنا مثلا ركعتي المغرب اللي سنة بعد المغرب، بنقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص. عندنا في الوتر لو بتصلي 3 ركعات بتصلي في الركعة الأولى بالأعلى وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وممكن لو هتصلي ركعة واحدة بتقرأ قل هو الله أحد. ركعتي الطواف اللي بيروح يعمل عمرة وبيروح يعمل حج بعد ما يطوف بيصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين، بيقرأ في الأولى الكافرون في الثانية الإخلاص. عندنا الرقية الشرعية لما حد مثلا يرقي بيقرا بقول الله واحد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. عندنا اذكار النوم، عندنا اذكار الصباح، عندنا اذكار المساء. فانت تحافظ على الحاجات دي كلها بالاضافه انك تبقى عايش مع سوره الاخلاص. فان حبك لها الله سبحانه وتعالى يحبك، وحبك لها يدخلك الجنه، وقراءتها مره واحده تعدل ثلث القران، وقراءتها 10 مرات يبنى لك بها بيت في الجنه، كما انك لو انك اكثرت من قراءه سوره الاخلاص تحضر الملائكه جنازتك كما حضرت جنازه معاويه ابن معاويه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل القران وأن يجعلنا من أهل سورة الإخلاص. يفقرك.